في مجال الرقمنة في بلادنا استراتيجية اللي عندها واحد هدف مهم اللي هو رقمنة الخدمات الإدارية العمومية من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين ما يبقاوش يحتاجوا يمشيو للإدارة نقصوا من أجل المعالجة. الهدف الكبير أيضا هو تنمية الاقتصاد الرقمي في بلادنا باش يولي بلادنا بلد منتج للرقمنة وخلق فرص شغل للشباب. 240 ألف فرصة شغل قارة أفق 2030 للشباب ديالنا في مختلف جهات المملكة. ايضا تكوين الشباب المغربي في الرقمنه باش يقدروا يستافدوا من هذه فرص الشغل، تكوينات جامعيه، اعاده التاهيل، يعني في تكوين الهدف ديالنا هو تكوين 100,000 شاب وشابه في السنه في افق 2030. هدف ايضا هو تغطيه التراب الوطني كله بالانترنت، تقويه الالياف البصريه وادخال الخدمه ديال 5G. لان هذه فرصه كبيره لانك تعرفوا بان هذا الميدان ديال الرقمنه وهذا الميدان ديال التحول الرقمي اللي كاين اليوم على الصعيد العالمي، وجلاله الملك الله ينصرو عطى التوجيهات ديالو باش نكونوا راس مال بشري اللي قادر يتجاوب مع التحديات، لان في الحقيقه هي فرص كبيره بالنسبه لبلادنا بالنسبه للشباب ديالنا. وهاد الشراكه اللي درنا اليوم هي جات من بعد الشراكات اللي درناها مع جميع القطاعات، درناها مع قطاعات ديال العدل ودرناها في جميع الميادين، واليوم على الصعيد الرقمنه. وهذه الرقمنه كتوجه لجميع الوزارات، لان خصنا الشباب يكون مكون، راس مال بشري يكون مكون. غادي نضاعفوا ثلاثه المرات من هنا ل 2026 بالنسبه للشباب اللي غادي يتخرج من الجامعات المغربيه والمدارس المغربيه، وغادي تكون اكثر من 45,000 من هنا ل 2030. وراكم شفتوا بان تكوينات خاصه بالرقمنه، وكاين كذلك هذه الفضاءات اللي خلقنا، فضاءات كود 212 اللي غادي يساعدوا جميع الشباب ديالنا في جميع التخصصات باش تكون عنده واحد التكوين مزدوج ويكون عنده اشهاد في هذه الميادين ديال الرقمنه. هذا هو التوجه الكبير اللي حنا غاديين فيه، وتنظن بان تتعرفوا الاهميه الكبيره ديال راس المال البشري في جميع الميادين. ولكن الرقمنه اليوم ما بقاتش ديسير، ولات بلاد ريزيستونس اللي خص جميع الشباب ديالنا يكون متكون فيه. شكرا. إذا اليوم عندنا إطلاق الاستراتيجية الرقمية ديال الحكومة ديال 2030. عندنا هدفين أساسيين، الهدف ديال خلق 270 ألف منصب شغل، والهدف ديال تكوين أكثر من 100 ألف ديال الكفاءات. الخلق ديال مناصب الشغل عنده علاقة بالسياسة ديال الحكومة في المجال ديال الدعم ديال خلق هذه مناصب الشغل، لا سيما عبر منحة ديال التشغيل، لا بريم ا لومبلوا. حنا جربنا المنح ديال التشغيل مع الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات في قطاعات متعدده وعطات النتيجه ديالها، ولكن ما كانش عندنا منحه ديال التشغيل خاصه بالقطاع الرقمي. اذا هذا من المستجدات الاساسيه، بمعنى كل مقاوله كتخدم غادي تستفد من واحد المساعده لكل كفاءه في المجال ديال التشغيل. ثانيا، الركيزه الثانيه هي القضيه ديال التكوين. 100,000 ديال الموارد البشريه التي سوف تكون من اجل مواكبه هذه الخطه الحكوميه في مختلف الاختصاصات ومختلف المستويات، ومن جملتها بطبيعه الحال التكوين المهني. عندنا 2250 مؤسسه ديال التكوين المهني، كاين عندنا مؤسسات متخصصه في الكفاءات الرقميه ومنها في المدن ديال المهن والكفاءات اللي عطى انطلاقتها سيدنا الله ينصرو. ولكن كذلك سوف نواكب هذه الخطه ديال الكفاءات في مختلف هذه المؤسسات التكوينيه. ما تنساوش واحد العدد ديال الناس اللي يقدروا يكون عندهم الفرصه الثانيه ديال القرايه يمكن يديروها 100% في تكوين رقمي واخا ما يكونش عندهم ديبلوم مرتفع. اذا هذه كلها دابا اليات مهمه، وغنزيد عليها المواكبه ديال المقاولات الصغيره جدا اللي ما عندهاش الامكانيات الماديه باش دير التحول الرقمي ديالها، خصها واحد المساعده. اذا هادو ثلاثه ديال الامور الاساسيه جات في هذه الاستراتيجيه، والا طبقناها بواحد الوتيره قويه وسريعه جدا، وعندنا تجربه في الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات، وعندنا تجربه
في مكتب التكوين المهني وعندنا تجربه في عدد من يعني المؤسسات التكوينيه غنقدروا نوصلوا للهدف ديالنا في التاريخ ديالنا المنتظر. وشكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.